بالأغذية اللي بنتناولها في دهون صحية وفي دهون غير صحية. دائما نحن بنحكي عن الدهون غير الصحية إنه نتفاداها، ولكن الدهون الصحية ضروري تكون جزء من نظامنا الغذائي. المزيد عن الدهون الصحية مع أخصائية التغذية العلاجية اللي معنا لليوم بشرى دكيدك. أهلا وسهلا فيك بشرى. أهلا فيك رندا. صباح الخير، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا فيك. اهلا وسهلا. وزي ما حكينا يعني دائما التركيز بيكون على الضار من الدهون، ولكن اليوم بدنا نحكي على المفيد من الدهون. بالضبط، دائما تركيز اغلب الاخصائيات بيكون على الدهون الضاره. اليوم حبيت احكي عن الدهون المفيده والصحيه واللي احنا اساسا بنحتاجها ليكون اصلا وجباتنا واكلنا دائما متوازن، فينا نقول. هلا تحت الدهون الصحية بيندرج اللي هم الانساتشوريتد فات، الدهون الغير مشبعة. تحتها بيندرج عندنا الأوميجا 3 فاتي أسيد، وعندنا البولي انساتشوريتد فات اللي هي الأوميجا 6، وعندنا المونو انساتشوريتد فات اللي هي بس مش أوميجا 9. بالضبط، لا مش أوميجا. أوكي. هلا هدول لهم كثير مصادر ومصادرهم متنوعه ومتشكله. هلا بالعاده الاوميجا 3 اكثر شيء بنلاقيهم بالاسماك، ممكن نقول بالسالمون او بالسردين مثلا. تمام. برضه بنلاقيهم بالفلاكسيد اللي هي بذور الكتان. نعم. هلا الاوميجا 6 اكثر فينا نقول الزيوت الخضريه اللي هي مثل زيت الذره، زيت السمسم، زيت عباد الشمس، هاي الزيوت. برضه هلا المونو انساتشوريتد فات كثير بندرج تحتها البينات باتر. هاي كثير ناس بيجوا بيقولوا لنا لما اكتب لهم بالحميه انه بينات باتر، بقول هاي كثير مليانه فات، بس فعليا انا بحاول استخدم الهيلثي فات. يعني بالاخير انت ما اخذ فات بس فات الصحي. وبرضه الالموند باتر، وبرضه من ضمنهم الجوز والمكسرات. المكسرات اجمالا هي مشكله بين اوميجا 3 واوميجا 6 ومونو انساتشوريتد فات. هلا المكسرات كثير ناس احنا بالعاده كاخصائيين تغذيه بننبه انه تكون مكسرات نيه. مش محمصه، مش مملحه. بالضبط. لانه هي بتكون اصلا كل التركيز الاوميجا 3 وال6 بيكون والمونو انساتشوريتد بيكون بالمش محمص. لما يتحمص الدهون الصحيه بتتاثر. فهي دائما لانه كمان اصلا ممكن ينضاف عليها زيوت، عدا عن انه هي مضاف عليها املاح. طب احنا ليش لازم نتناول دهون صحيه؟ هلا احنا عرفنا ان الدهون غير الصحيه يعني لازم نقللها، مش هيك؟ بالضبط. طبعا نقللها مش بالمره. هلا احنا في الفكره انه انت تعرف يعني تختار. بالضبط. يعني انت بيكون مرات عندك الخيار قدامك، الخيارين. يعني عندك خيار انت فيه ساتشوريتد وفيه انساتشوريتد، وخيار فيه كله فينا نقول مجملا انه ساتشوريتد فات. يعني احنا نحاول دهون نختار مشبعه ودهون غير مشبعه. بالضبط. هلا الدهون المشبعه هي المضره، الدهون المضره خلاص عم نزيحها على جنب. هلا احنا بدنا نركز. طب ليش الدهون المفيده او الغير مشبعه مهمه لنظامنا الغذائي؟ هلا يعني اول شيء هذا عشان يكون احنا جسمنا في توازن ووجباتنا في توازن كامل، لانه احنا لازم ناخذ من كل العناصر الغذائيه. نعم. ثاني شغله كثير مهمه ومش كثير من الناس بيعرفوها، اللي هي الدهون الدائبه هي سهله لامتصاص بعض الفيتامينات الدائبه في الدهون. يعني بتساعد لحتى نقدر نمتص بعض الفيتامينات. نعم. الدائبه بالدهون مثل الفيتامين A، الفيتامين E والكي، هدول اصلا دهون دائبه في الدهون، فاحنا لازم يكون في وجباتنا دهون لحتى يكون سهل امتصاصها. وكمان ايضا الدماغ محتاج بعض الدهون كثير. بالضبط. هلا في الاوميجا 3 بالذات والاوميجا 6 كثير منيح للدماغ، صح؟ ومنيح لصحه الذاكره. اوكي. هلا شغله ثانيه حابه احكيها، كثير الافوكادو الناس بيكونوا مفكرين انه هي انه مش إشي هيلثي، او مثلا شخص عنده زياده بالوزن انه لما نكتب له بينات بتر او افوكادو او كذا بيقول لك انا كيف بدي انزل، انا بدي انزل وزني. هلا ما بنختلف انت بدك تنزل وزنك، بس انا ما بروح بلجأ اني اعطيك الانهيلثي فات. ايوه. ما بقدر اعطيك الدهون الضاره. بالضبط. او المشبعه، بدنا دهون غير مشبعه. بالضبط. انه ما بنقدر نعطيه دائما هاي الخيارات، لا بالعكس، انت كمان عشان الدهون المفيده اللي هي الانساتشوريتد فات الغير مشبعه بتخفض من مستوى ال دي ال الكوليسترول الضار. هاي كمان ناس يعني ما كثير بيركزوا عليها. حلو. اوكي. طيب انا كثير بسمع كمان مؤخرا صار في اشخاص حابين انهم يزيدوا وزنهم، حابين انهم او يعني حابين انهم شوي ما يكونوا نحاف كثير، بيعانوا من النحف. هدول الناس دائما الشيء المتعارف عليه انه كل ايش ما بدك نيالك، انت بتقدر تاكل كل وجبات سريعه، كل مش عارفه غمس هاي من سمنه معهم كثير بطريقه مو معقوله. يعني بيكون ايش بيقولوا له، انت حدا ما بينصح، خلص كل شاورما، كل زنجر قد ما بتقدر وخلص. بالعكس احنا هون ممكن شخص يكون اصلا رفيع وتلاقي عنده ال دي ال مرتفع، يقول لك طب انا وين الفات عندي؟ يعني الكوليسترول مرتفع.
طبعا مش شرط الشخص يكون عنده دهون زائده عشان يرتفع الكوليسترول الضار. اكيد. فلهيك الواحد لازم ينتبه على اكله. هدول الناس بالعكس، انا لما بدي يزيد وزنه بدي يزيد وزنه بطريقه صحيحه. صحيح. لانه نفس الشيء لما يزيد من مش نفس الشيء لما يزيد وزنه من الانهيلثي فات اللي هو الوجبات السريعه هاي ما راح يزيد صح. طبعا يعني انا بدي يزيد وبدي يستفيد بنفس الوقت وما يتضرر الشخص نفسه. فهاي دائما بنركز عليها للي بيكون بدهم يزيدوا وزنهم. طيب هلا بشرى، لما احنا بدنا نشتري شغله لازم نقرا الملصق الغذائي. هلا الدهون المشبعه من بعد عنها، اوكي. هلا شو لازم ندور؟ اوكي، مرات شو نقرا على الملصق الغذائي فيما يخص الدهون اذا بدنا دائما دهون بس المفيده؟ هلا دائما هاي بنركز على اهميه قراءه الملصق الغذائي اللي بيكون وراء، بالذات احنا شو بنعطي لاطفالنا. يعني هلا عم نلاقي اطفال عندهم سمنه بطريقه مفرطه، لانه مرات ما بيكون الستات البيوت او الامهات بينتبهوا شو بيعطوا اولادهم. فهلا ضروري انت لما بدك تعطي ابنك او حتى انت تاخذي او لاهل بيتك بشكل عام، انه انت تاخذي لما تقراي الملصق الغذائي يكون فيه بيحتوي يا دهون غير مشبعه الانساتشوريتد فات، ممكن يكونوا مفصلين لك اياها البولي انساتشوريتد والمونو انساتشوريتد. اوكي، بس تنين مناح. هلا التنين هم هدول التنين الصحيين. أوكي. هلا ممكن تيجي على منتج، قلت لك انه ممكن تيجي على منتج يكون فيه صحي وغير صحي ومنتج يعني بالمره مو صحي. فنحاول احنا اختيارنا يكون، نحاول يكون اختياراتنا دائما انه يكون فيها البولي والمونو انساتشوريتد فات اللي هي الدهون الصحيه. تمام. انا هون بدي اسالك سؤال. هلا مؤخرا صار كثير في احاديث حول الجي اللي هي السمنه، وصار في كتير حتى عارضات أزياء وشخصيات مشهورة بهوليوود عم بتروح لنظام عم بيستخدموا فيه السمنة كواحد من مصادر الطاقة والدهون الصحية. بالضبط. فخلونا نحكي هيك عن السمنة للناس اللي بحبوا السمنة، عن اللي كنت عم تحكي. اللي اللي طبعا حبيبة الشعب، الفستق تبعتهم. الفستق، أيوة. هلا بالعاده اللي كثير زمان كانوا يحكوا انه هي بتسبب جلطات، هي اللي بتعمل الكوليسترول، هي بتعمل مشاكل كثير، مشاكل امراض القلب. نعم. بس بالاخير مش بالاخير، هي فعليا هي بالعكس هي من الدهون الصحيه، لانه هي لا صار فيها، ما صار فيها بروسس، ما مرت بعوامل، ما مرت باي تغييرات. هي ناتشورال زي ما هي. فهي اصلا فيها بولي ومونو انساتشوريتد فات. أوكي. فتعتبر بالاخير صحيه. ونفس الشيء السمنه. السمنة ما يعني ما مرت ببروسيس كتير لحتى انه تكون تحولت دهون غير مشبعة وصحية. بالضبط. طب يعني الواحد بصف يقول قد ايه ياكل يعني. هلا هون النقطة اللي بدي احكيها، كتير من الناس يعني انا اليوم ماشي بحكي عن الفات الصحية بس بالاخير مش انه خلص نفتح الموضوع على الاخر، لانه هي بالاخير فينا نقول هي بالاخير بتضلها فات. نعم. فلازم ناخذ بتوازن، وهي طبعا بترجع لكل شخص حسب السعرات اللي بياخذها. احنا بنحسب تقريبا من 20 ل 30% من احتياجات السعرات الحراريه انها تكون فات. بنحاول قد ما بنقدر نركز على الدهون الصحيه. برضو انه لازم اذا بدنا ناخذ دهون ناخذ صحيه، واذا اخذنا هلا شو هي الدهون الغير صحية عشان نبعد عنها؟ أوكي، هلا في الدهون الغير صحية اللي بتكون مرت ببروسس، فينا نقول عن السنيورة، عن المرتديلا، الجبنة تشيدر. أيوة. يعني مو مثل الجبنة البيضة بتضل طبيعية زي ما هي، لا هاي مطبوخة أساسا. زبدة. الزبدة بالضبط. السمن البلدي قلنا اللي هي صحية، الزبدة لا فيها بروسس. طبعاً أنواع الزبدة كلياتها أي شيء فيها تصنيع ومصنعة ومرأة بمراحل عديدة للتصنيع. خليط الكيك اللي بيكون جاهز. هذا كمان انساتشوريتد ساتشوريتد، هي الدهون المش صحيه. مش صحيه. بالضبط. تمام، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات. اهلا وسهلا. اهلا فيكم.